said it's Ibrahim, right? Yes. Ibrahim. Ibrahim. Okay. تم احتجاز أسعد إبراهيم الحاج علي يوم الجمعة ليلة العيد. استدعوه أول شيء وقابل وتم استدعاءه مرة ثانية، ومن ثم ذهبوا إلى بيته واعتقلوه وصادروا كمبيوترات، الكمبيوتر اللي عنده واللابتوبات والخلويات صادروهم وحجزوهم وتم اعتقاله لحد الآن. يعني شركة صغيرة، شركة مع شخص مع ثلاثة. لم توجه له أي تهمة. إذا هم بده ياخذوا منه معلومات المفروض أن يستجوبوه ساعة ساعتين، ياخذوا منه معلومات ثم يطلقوا سراحه. أما اعتقال لأنه مجرد أنه خال الذي قتل في أمريكا لا يجوز، وهذا اعتقال تعسفي ويجب الإفراج عنه فورا. وفترة العيد كنا معي يعني كان في عطلة. الآن أول محمد شخص عادي غير متدين، شخص عادي زي أي شخص ملتزم لعائلته، لكن غير متدين ويستغربوا كيف تمت هذه العملية. أنا بطالب بالإفراج عنه لأنه ليس له أي علاقة باللي حصل في أمريكا، هو شخص قريب له بينهما عمل فقط لا غير، وخاله شخص عادي لا ينتمي إلى أي تيار، لذلك يجب الإفراج عنه فورا لأن اعتقاله اعتقال تعسف. الشغلة اللي بحكي لك إياها إنه في الآن في أمريكان بحققوا معه هون.